بداية احنا بدينا في عام 2008 بدينا في مجال صناعة البلاستيكية. اول يعني اول انتاجنا او شغلنا كان في بداية 2008 صناعة البلاستيكية، طبعا صناعة عبوات للمياه، للزيوت، للكوزماتيكس، انواع مختلفة من العبوات. هذا الشيء استمرنا فيه لغاية 2014 واليوم مستمرين فيه. في بداية 2014 بشهر 3 تحديدا استوردنا أجهزة و يعني مكائن تعبئة عصائر، وبدينا في 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 تعبئة عصائر البرتقال، المانجا، توتموز، العنب، طبعا عصائر طبيعية وبجودة عالية إن شاء الله. هذا الشيء استمر معنا من شهر 3 لشهر 9 2014، التحضيرات لبداية الشغل، بداية العمل. في بداية شهر 9 2014 بدينا الانتاج التجاري من عصائرنا، عصائر روان. الحمد لله رب العالمين، كانت بداية التجهيز لبداية الانتاج التجاري كانت بداية شوي طويلة، بس الحمد لله طلعت في نتائج إيجابية ونتائج ممتازة، تمثلت بجودة البضاعة، تمثلت بقبول الناس للبضائع هاي. فالحمد لله نعتبره هذا تميز إن شاء الله وحيساعدنا على الاستمرارية في المستقبل. هلا وجدنا ومن 2008 ل 2014 وإحنا ندرس يعني احتياجات السوق، كيف بدنا نطور حالنا، هل نطور حالنا في الصناعات البلاستيكية، هل نطور أنفسنا في صناعات أخرى، في صناعات مساعدة، في صناعات بديلة. وجدنا أنه لا، يجب أنه نطور الموجود عندنا، نستفيد من البنية التحتية الأساسية الموجودة عندنا ونتبع في مجال تعبئة العصائر. فإحنا طبعا لما بدينا كان هذا الشيء شوي يعني مش صعب كتير، شوي صعوبته مش كبيرة بالنسبة لنا، لأنه في كان عندنا بعض الحمد لله رب العالمين اتصالات مع شركات عالمية، اتصالات مع موردين في مجال المكائن وفي مجال طريقة التصنيع. طبعا في عندنا طاقم من المهندسين، مهندسين اثنين أخذوا دورات تدريبية وعندهم إمكانيات الحمد لله رب العالمين في مجال إعداد وتجهيز العصائر الطبيعية، وهذا الشيء الحمد لله قدرنا نطبقه هون في مصنعنا ونحصل على شيء إن شاء الله يرضي المستهلك الفلسطيني وبرضينا إحنا في 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 كمنتجين، لأنه كان هدفنا الأساسي بداية الخطة تبعتنا كان الهدف الأساسي إنتاج عصائر طبيعية بجودة عالية ومنافسة للعصائر الموجودة في الأسواق الفلسطينية. يعني هدفنا الأساسي كان إرضاء ذوق المستهلك الفلسطيني بعصير بديل للعصائر الإسرائيلية أو العصائر إن كانت موجودة عندنا تدخل من الأسواق الإسرائيلية أو الأسواق الخارجية، نقدر نحصل على شيء يتناسب مع ذوق المستهلك الفلسطيني وبجودة عالية. يعني أنا أقول لك شغلة حتى أدق التفاصيل، جودة العبوة البلاستيكية، جودة الغطاء، جودة الليبل الناتف بالعبوة، جودة العصائر. يعني حاولنا قدر الإمكان نحصل على شيء متكامل يرضي ذوق المستهلك الفلسطيني، والحمد لله رب العالمين أعتقد قدرنا نحقق نسبة كبيرة من الخطة أو الهدف اللي إحنا حطيناه. إحنا يعني الهدف من إحنا مش مستبعدينه بالفكرة إنه إحنا تدوير، لأنه إحنا ما بنقدر نستخدمه هون في منتجنا. يعني على سبيل المثال أنت لما بدك تنتج منتج عصائر صحية غذائية نقية 100% يجب إنه النقاوة تكون متكاملة، العبوة البلاستيكية نقية، الغطاء نقي. يعني انت الامور البلاستيكيه اللي بدك تضيفها اضافه لعصائرك المتميزه يجب انها تكون نقيه، نظيفه، صافيه، لا يوجد فيها شوائب، تشوف تمسك ازازه البلاستيك تحس انها كريستال تضوي ضوي. هذا الشيء بعطيك ميزه وبعطي المنتج الوطني ميزه.
يعني احنا عاده بتمسك انت اي منتج بتحاول انه بنعين اول ما تشوفه تحدد هذا منتج جيد، هذا منتج نص نص، هذا منتج بدي اخده، هذا منتج بديش اخده. فالعين النظره الاولى بتلفت انتباهك، فحاولنا بدايه النظره الاولى تكون مهمه للمستهلك الفلسطيني انه يقدر يميز هذه عبوه اسرائيليه موجوده امامه وهذه عبوه فلسطينيه موجوده امامه. حيقولك واو هذا، يعني كثير بتصير معنا انه بمسك العبوه بقولك هذه منين انتم جايبينها؟ منهم هاي صناعة فلسطينية، من الغطاية للعبوة للمنتج اللي بداخله للليبل، يعني بالكامل يعني نسبة كبيرة من منتجنا صناعة فلسطينية. طبعا السكر نوعا ما يكون مستورد، وأفخر وأحسن أنواع السكر الأبيض نستخدمها الحمد لله رب العالمين. العصائر الطبيعية منجيبها من شركات ألمانية وشركات بلجيكية. وأهم من هذا الشيء إنه هذه العصائر مطابقة للذوق الفلسطيني، يعني أنت عصائرك منشان تكون مطابقة يجب أنها تكون البرتقال قريب على البرتقال الشموطي، المانجا قريب على المانجا تنمايا متداولة بين الناس، التفاح قريب على تفاح الجوردن. فهذا الشيء اللي إحنا شغالين عليه بالعصائر الطبيعية تكون مطابقة للذوق الفلسطيني، يعني إحنا اللي بندخله على بيوتنا ونشربه في بيوتنا أعتقد إنه هو الناس كلها اللي بتتداوله وهو اللي بتشربه. المواد الخام اللي إحنا منجيبها حالياً كان سابقا في مشاكل في الحصول عليها، لانه انت بدك تستورد من برا، بدها لازم تكون ماخذ تيكن اسرائيلي. الموانئ وازمه الموانئ بفتره الاعياد الاسرائيليه، طبعا انت لانه الماده الخام تبعتك كبلاستيك الغطاي او الغطاء او العبوه هذا شيء اساسي في منتجك. فكانت الفكره الحمد لله رب العالمين نفتش على البديل الفلسطيني، وفي منتج فلسطيني ممتاز جدا كان للمواد الخام تبعتنا، اخواننا شركه بالخليل الحمد لله رب العالمين في تبادل تجاري ممتاز بيننا وبينهم، ومسحوباتنا بالكامل من خلالهم، ما منجيب من الاسواق الاسرائيليه نهائيا اي شيء. يعني احنا بضاعتنا بتيجي الماده الخام من الخليل بنشتغلها هون وبننتجها ومباشرة منعبيها ومندخلها على خط التعبئة. أنا بحب أوجه رسالة، طبعا أنا كإنسان عندي أسرة وعندي بيت، أنا كمان مستهلك، يعني أنا في طبيعتي مستهلك، فبالتالي أنا بوجه الرسالة من إنسان مستهلك ولست مصنع، من إنسان مستهلك إلى صديقي أو جاري أو قريبي الفلسطيني المستهلك الآخر. يا المنتج الفلسطيني يكون واثق فيه 100%. المنافسة اللي بتحاول بعض الشركات الإسرائيلية أو بعض الشركات الخارجية تنافس المنتج الفلسطيني أثبت إنه هو قدر المنافسة ويستطيع إنه يكون منافس عالميا وليس فقط في المناطق الفلسطينية. إحنا اليوم عندنا مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مؤسسة كبيرة وعريقة، وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية عندها خبرات مهندسين بكفاءات عالية، بتتابع الشركات سواء كانت إنتاج جديد أو إنتاج قديم، بتتابعها بتساعدها على تطوير خطوطها الإنتاجية، على تطوير منتجاتها. فهذا الشيء بالكامل زائد الأفكار الموجودة عند المستثمرين، زائد إمكانيات الاتصالات الموجودة اليوم تقدر تتصل بالعالم وتتفرج وتتعلم، زائد إنه أي شركة أو مؤسسة بتبعت دورات تدريبية لطواقمها. فاليوم صار الشركة الفلسطينية أو المصنع الفلسطيني فعليا هو مصنع على مستوى عالمي وعالي جدا. فبالتالي أي مستثمر قام بشراء أو استثمار بخطوط جديدة، هذا الشيء بحاول يكون تكاملية في استثماره بإيجاد كفاءات مدربة، بإيجاد مواد خام يعني مناسبة جدا لمنتجه. فتأكد يعني أنا كمستهلك وأي شخص آخر مستهلك يجب أنه يكون متأكد من جودة المنتج الفلسطيني، أنه هذا منتج مطابق للمواصفات، هذا منتج مارر على الفحوصات اللازمة، هذا منتج لن يختلف عن أي منتج آخر بديل موجود في الأسواق. هذا الشيء إحنا شاعرينه ولامسينه، لسنا كمنتجين ولكن أيضا كمستهلكين. يعني أنا بقولك اليوم منتجات الألبان، منتجات العصائر، عندك في مثلا الأخشاب والموبيليا، في عندك كتير منتجات أخرى فلسطينية، صناعات فلسطينية فعلا تكافئ الصناعات العالمية.
القوانين التي عكفت وزارة الاقتصاد الوطني على إنجازها وهي حقيقة منجزة، يعني قانون الشركات قانون عصري وحديث، قانون الصناعة قانون صناعي بامتياز ويلبي احتياجات المصانع الفلسطينية، وأيضا قانون تشجيع الاستثمار، وكثير من المستثمرين الذين ندعوهم في كل أصقاع العالم ليس فقط في فلسطين للاستثمار في فلسطين، لأنه لدينا قانون يلبي احتياجاتهم من جهة، وأيضا يعني في الجوانب المالية، يعني عندما تتحدث عن قانون تشجيع الاستثمار هناك إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات وكثير من الامتيازات في هذا الجانب، أيضا فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية بأفضلية 15%، بمعنى إذا كان سعر السلعة الوطنية أعلى من المستورد ب 15% العطاءات الحكومية تشتري الصناعة الفلسطينية. وأيضا كما أشرنا أن هناك خطط وبرامج بدأنا بتنفيذها في تطوير المناطق الصناعية، منطقة أريحة الصناعية ومنطقة جنين، منطقة بيت لحم، والعمل جاري على مناطق مثل نابلس وطول كرم وغيرها من المناطق الصناعية في كل أنحاء الوطن. وأيضا الحكومة تعمل جاهدة للارتقاء بالواقع الصناعي في قطاع غزة، أيضا هو الجناح الآخر من الوطن، وتحديدا بعد ما تعرض له القطاع الصناعي واستهدف من قبل الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وبرامج كثيرة أيضا أود، يعني لا أريد أن أطيل في الحديث عنها، لكن أحد أهمها كان هو محاربة بضائع المستوطنات التي كانت تغرق أسواقنا الفلسطينية بالسلع، وكثير منها ما كان مزورا وتالفا لكنها كانت تغرق أسواقنا بهذه السلع. الآن في قانون يجرم التعامل والتداول بالسلع القادمة من المستوطنات، وهذا يعني حقيقة أعطى أفضلية للمنتج الوطني، بالإضافة لقرار اتخذته وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الإخوة في وزارة المالية لرفع الجمارك على بعض السلع المستوردة التي تغرق أسواقنا ولها بديل وطني، مثل صناعة الأحذية، صناعة الأثاث، صناعة الألمنيوم والملابس، وهذه السلع لها بديل وطني. من هنا لابد من الإشارة إلى أنه هذه الجهود إذا ما تضافرت مع جهد شعبي أستطيع القول أنه خلال المدى المنظور سنحقق نقلة نوعية في الصناعة الوطنية وفي الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.